كذلك من القصص اللي يعني تدمي القلب أيها الأحبة وأقولها على عجب، ورد المركز بلاغ من عائلة قالوا من بنتنا يعني أكرمكم الله فعل فيها الفاحشة من حيث لا نشعر بطريقة وحشية وبطريقة سيئة جدا. كيف؟ قالوا إنه يعني فيه فتاة هذه جالسة معها فقالت إن هذا في رجال بدأ يراسلني وقال أنت لابستن كذا أنت لابستن كذا. طبعا تبين لنا فيما بعد لها زميلة وصاحبة، الزميلة هذه هي من تخبر هذا الشاب عن لبسها وعن كذا وعن كذا، فكانت تتصل. كانت البنت ساذجة غبية فيها نوع من فكانت تقول لها مثلا وش اليوم عندكم عزيمة ما شاء الله، هي ما شاء الله وش لبستي أساس لبستي تنورة ذيك الحمراء ولا؟ قالت لا والله لبست التنورة اللي شريتها من محل فلاني. قالت لي اللي لونها أزرق إيه ما ممتاز. سكرت السماعة. تتصل الشاب بعد نص ساعة وساعة وترى تلبس بلوزك كذا وتنورك كذا، فبدأت تصله يا بنت أنت الآن تلبسين اللبس الفلاني والله العظيم وعندي صورة لسه الحين صورك بلبسة هذا الحين معي وحاطتن على شفايس كذا وحاطتن كذا وحاطتن كذا وحاطتن كذا. فبدأ يهدد هذه الفتاة ساذجة الفتاة، قالت ترى ما طلعتي معي أو ما استجبتي لي ترى يا بسبب. ففعلا خرج انتهت العزيمة اللي عندهم. جاء الرجال للبيت، من وين جاي يا أخوان؟ من عرعر. جاء لما البيت وصفت له توصيف حتى وصل للبيت وقال له الآن فمقفلة الأبواب، مقفلة أبواب البيت الخارجية، فسهل لها حتى قفزت. بيتهم فيه نوع من المزرعة مهجورة وكذا. يا أخوان جينا للموقع والله الذي لا إله غيره وتندى له الجبين، حتى أنه الخبيث ما حط ولا فرشة، عمل بها الفاحشة في التراب وتشوف كيف أثر التراب وأثر. يا أخوان هذه القصة لا تتعدى الشاب العاقل الذي قلبه حي إلا يعلم أنه دقة بدقة، ولو زدتها أزال السقة. كل إنسان له أخت، كل إنسان له سيكون له في المستقبل زوجة، فكما تريد أن تكون زوجتك احفظ محارم المسلمين. لا تقول هذه خبيثة، هذه بنت من مضبوطة، هذه بنت أكرمكم الله إن صحت العبارة يطرح عليها بعض العبارات أو يسميها بعض التسميات. لا، هذه من محارم المسلمين، محارم الله جل وعلا. فإذا انتقضت هذه المحارم فاعلم أنك انتخبت محرم من محارم الله سبحانه وتعالى.